نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ووجه سيادة الرئيس بتوفير كافة احتياجات المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان. أكد رئيس الوزراء حرصه على القيام بمثل هذه الجولات للتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، خصوصا أن قطاع الصناعة بيعتبر أحد مرتكزات الاقتصاد الوطني. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة احتياجات المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي اللي بيعد عصب أساسي للاقتصاد المصري، مع تحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة اللي بيهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وأكد رئيس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية، وده لدفع العمل بهذه المشروعات وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، إيماناً من الدولة والحكومة بالدور الكبير اللي بيقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلاً عن توطين مختلف الصناعات محلياً وتعميق الصناعة، وده بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة باعتباره شريك أساسي في المشروعات التنموية. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلاً الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، كما أوضح إن الفجوة الدولارية بتقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج. وأوضح رئيس الوزراء إن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات الست القادمة، وقال إنه زار 5 مصانع متواجدة بالعاشر من رمضان بهم مصنعين لكبرى شركات العالم، ودي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار الجهود المكثفة اللي بتبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28 و 29 و 30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين. واستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مواصلة فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بعدد 2148 منفذ وشادر ومعرض على مستوى الجمهورية، إضافة ل 1026 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة أمان بمناسبة شهر رمضان المبارك.